كل جماهير نجف اذا شفتوا المتابعه ما راضين على النتيجه. نعم شوف، هي اهم شيء احنا دائما نقول ثلاث نقاط هي اهم شيء يعني، لكن هاي شوف مرات احنا جزاء نقول حظ، هي ما حالف الحظ، بس هي اهم شيء ثلاث نقاط. والحمد لله يمكن بعد ما نزل مهند عبد الرحيم استطاع بان يسجل الهدف الثاني. بالمناسبة التبديلات كانت موفقة. نعم. للجوية يعني نزل مهند ونزل محمد قاسم، هو مرات اللي دفع مرات هي كل احنا نقول توفيق من رب العالمين. مرات تشوف يصير تبديلات، هي تبديلات صحيحة بس ما يعني ما يحالف الحظ، فنعتبرها احنا تبديلات خاطئة، او مرات تبديلات يعني شلون نقول احنا يصير بالصدفة ولا شيء يصير ايجابية على الفريق، فنقولها تبديلات. وانما يعني كلاعب مثل مهند عبد الرحيم باي وقت يعني من الزجه راح تحس به، يعني حيقدم لك راح يسجل لك هدف، لان هو لاعب هداف ولاعب انا اشوفه يعني خطر على الهدف، واستطاع بان باوقات قصيره بان يسجل الهدف الثاني. شكل القوه الجويه اختلف عن الموسم السابق؟ شوف هو من حيث العناصر، الاداء، الشخصيه. شوف هو المشكله بالجويه كل سنه يمر بمشاكل اداريه تحديدا. اداريه نعم اداريه. فهالسنة أعتقد لا يمكن حلت، وحلت بوقت مناسب يعني قبل ما بداية الدوري. نعم وإن شاء الله يعني تعرف فريق القوى الجوية أو أي فريق، فريق يعني إلى تاريخه إلى جمهوره إلى سمعته، فلازم الكل إيد واحدة من أجل مصلحة هذا الفريق. فأنا أعتقد هالسنة الجوية مغاير عن الموسم الماضي. اعتراض